بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن علامات نوبة الربو الشديدة. طبعا صعوبة شديدة في التنفس عند الطفل، ضيق نفس وسعال وتسرع في التنفس لدرجة شديدة، أيضا صعوبة واضحة في الكلام فينطق الطفل كلمات مفردة فقط، أيضا يصبح لون الجلد الطفل شاحبا أو مزرقا في الربو الشديد، يصبح الطفل غير واعيا ويبدو عليه الانهاك ويميل للنوم. وأيضا يجب هنا الاتصال بالطبيب فورا ومراجعة أقرب قسم إسعاف لإسعاف الطفل من هذه الحالة الخطيرة جدا. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.